زينب، محطتنا التالية مع فريق زيرو، أحد الفرق يلي بتضم جمعية فضل موجودة بطرطوس، يلي بضم فريق زيرو شباب متطوعين من عمر 18 ل 35، بدأ نشاطاته بتأهيل بعض الأماكن والمرافق العامة من أدراج وحيطان. لنتعرف أكثر على الفريق والجمعية بصرنا نرحب بضيوفنا اللي إجوا من طرطوس خصيصا ليشاركوا صباحنا اليوم، ريهام عيسى محمد ميسرة فريق زيرو من جمعية فضا بطرطوس، وباسل حمدان عضو بالفريق والجمعية. يسعد صباحكم، الحمد لله على السلامة، وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. ريهام، بالبداية تعرفونا عن فريقكم أكثر وعن جمعيتكم. هلا فريق زيرو تابع لجمعية فضا، هي جمعية للتنمية المجتمعية. هي الجمعية كانت مجموعة من الشباب حابين يقدموا عمل تنموي للمجتمع، جمعوا خبراتهم ومواردهم، قدموا طلب للشؤون الاجتماعية وتأسست الجمعية، وبتضم كذا فريق، واحد منهم كان فريق زيرو. بس هلا احكي لنا عن فريق زيرو بشكل عام، كيف تعملوا النشاطات، كيف تجمعوا حالكم كشباب وصبايا وهيك؟ بصراحة أنا من متطوع جديد فريق زيرو، شاركنا بأول نشاط هو إعادة تأهيل درج حي الرابي. أنا ساكن بالمنطقة اللي فيها الجمعية، من خلالها أنا سمعت إنه عم يعملوا شغل كثير حلو وحبيت إني أكون متطوع ضمن فريق زيرو. كيف تجتمعوا؟ كيف بتحضروا أكثر للفعالية اللي رح تقوموا فيها؟ وكيف تختاروا نوعية الفعالية؟ بصراحة أي فعالية بتصب بتزيد من جمالية مدينة طرطوس أو بتعطي هيك شكل كثير حلو وحضاري. عم نحاول نركز أكثر شيء الضوء على هيك فعاليات، هيك نشاطات، هيك أكثر شيء. هلا هي بتكون عبر جلسات، بنجتمع نحن كل فريق بيجتمع كل أسبوع جلسة بالأسبوع، بيتناقشوا فيها بكذا بعدة مواضيع، من هالمواضيع بنحاول نفتح حوارات نقاشات، نتناقش شو المجتمع بحاجة، نمر مرحلة قيم، ممكن هي شغلات موجودة بداخل كل واحد فينا، نحن بس بنحاول نضوي عليها، نتناقش فيها لنعرف كيف بدنا ننزل على المجتمع، كيف نتعامل معه، وشو هو بحاجة وشو بنقدر نقدم له. طب ريهام، احكي لنا عن اهداف لك عن الجمعيه وعدد المتطوعين كمان، قد ايه صار هلا؟ هلا الجمعيه لها سنتين، هدفها انه الشباب كله ما انه في كثير اوقات ما نروحها كيف ما كان، نحن انه نحاول نجمع الشباب، كثير عندنا قدرات بقلب كل واحد فينا، نحاول نطلعها، نحاول نستثمرها بشيء بفيد المجتمع، نحاول نمكنهم للعمل المجتمعي، العمل المجتمعي ما هو شيء سهل، لازم نكون قادرين حتى ننزل متمكنين بكثير قصص، نحاول انه نخلق فرص عمل لهم، نحاول نأمن لهم تشبيكات وعلاقات. مثل ما ذكرنا بالمقدمة، أنتوا آخر فعالياتكم كانت تزيين الأدراج والحيطان، كيف خطرت الفكرة ببالكم وكيف تستوحوا الرسومات وكيف بتخلوها أنه تناسب يعني كل مكان وكل منطقة؟ بصراحة لما مرينا نحن بالفعالية انطلقت أنه كنا حابين نشتغل هيك شيء، نشوف شيء منسي يعني ما نسلط ضوء عليه ونحوله لشيء حضاري، فشفنا الأدراج كان شيء مناسب، كان درج حي الرابي شفناه كان هيك وضع كثير مأساوي، ف شفنا شو حسيت عملتوا فرق يعني قبل وبعد. بالضبط، كان منظر كثير ما نو حلو، فحولنا له منظر حضاري ويعني صار نقطة علامي هناك. العالم تقصده كمان علامة فارقة صار بطرطوس، خاصة انه يمكن طرطوس اريج هي محافظة سياحية، أكيد. حلو كثير انه الشباب يعتنوا ايضا بالمنظر الحضاري. خلينا نحكي ريهام، مو بس عم تعملوا هي النشاطات بتزيين وتأهيل بعض الاماكن، لا كمان في عندكم نشاطات تنموية، تحكي لنا عنها. اكيد، هلا الجمعية بتستهدف كل المجتمع سواء شباب او اطفال او يافعين، في كتير نشاطات سواء ممكن شارع الحياة، في بسمة شمس هو لأطفال السرطان، بيعملوا نشاطات، ممكن نشاطات ترفيهية، بازارات أو يلا سلي بتهدف لهدول الأطفال، ممكن في أبديت هي لتمكين الشباب الجامعي لتمكين قدراتهم، في
في فيوتانا هو معرض المشاريع الهندسية، في يعني ما في شيء محدد، كل فريق هو بيشوف المجتمع شو بحاجة، هني موارد الأشخاص شو هني عندهم، شو قادرين يقدموا، شو شغفهم وبيقدموا بالمجال اللي بيحبوا، فبتلاقي إنه في كتير مجالات وكتير مشاريع. يعني هلا من بعد هالمجالات يلي خطوا فيها وبعد المشاريع اللي قدمتوها، قديش حسيتوا بالفعل انه انتم بصمتكم على ارض الواقع؟ ايه فعلا، هلا ممكن الواحد بيشتغل وما بيحس، بالاخير بتتفاجئ انه انت حققتوا شيء وقديه تاركين اثر. يعني ممكن اوقات اشخاص مثلا بنشجعهم على الجمعيه ممكن انه ما بيحبوا او ما حابين، بس يجوا كثير ما يحسوا بالفرق، ما يحسوا انه عن جد تركوا لمسه، مثل ما يعني الشعور اللي حسيناه بس خلصوا الدرس، شيء كثير كان حلو. يعني ردة فعل العالم كيف كانت؟ والله بتساعدونا كثير وحبوا هيدي الفكره بصراحه. اول ما رحنا لهونيك العالم ما تشوفنا شو عم نعمل ولا عم ننظف الدرج وهيك، فالكل حب يساعد والكل كان ايد وحده هنا. طب باسل احكي لنا، انت قلت لي انك جديده بالعمل التطوعي، تحكي لنا شوي عن تجربتك، كيف شفت هالتجربه؟ كنت حاسب انه فعلا رح تحب هاي التجربه، وخاصه انك عم تتعرف ايضا على شباب ثانيين من غير اختصاصات بالجامعه او غير دراسات وشرائح مختلفه، كيف حسيت هاي التجربه؟ بصراحه انا شفت الفريق زيرو له صفحه على الفيسبوك، ففتت عندي فضول، شفت الاعمال اللي كانوا يشتغلوها بالجمعيه، فحبيت انضم للفريق، كن متطوع يعني فيه يقدم شيء كتير حلو. يعني فيني انا بدل الساعه ساعتين اللي بقعدها بالبيت فيني انا ساعد فيها لهيدي التطوع. الشباب في كذا شباب كتير مرتبين انضموا على الفريق وعم يبذلوا جهد بصراحه لحتى يعلوا اسم الجمعيه بالعالم. يعني انت قلت نقطه انه بدل ما يكون الواحد قاعد ساعه ساعتين بوقت فراغ ممكن يعبيه باشياء مفيده تفيد مجتمعه. اليوم قديش ممكن تنصح كل شاب انه ممكن ما يقضي وقت فاضي بحياته، ما يترك بصمته بقلب مجتمعه ويقدم خدمه لبلده؟ بصراحة العمل التطوعي لازم نستفاد من قدرات الشباب ونستغلها بالعمل التطوعي. فينا نحن بدل ساعة أو ساعتين من النت فينا نقدم شيء كتير حلو ونستفاد من هالشيء اللي عم نقدمه، بالنهاية شيء إنساني هيدا. ريهام بدنا منك تحكي لنا عن آخر النشاطات القادمة طبعاً، تحطي لنا هيك شو في عندكم مخططات جديدة؟ هلا مثل ما قلنا نحن بجلساتنا بنتناقش، شفنا النجاح اللي حققه الدرج، فحابب الفريق انه يكمل ممكن نشاطه الثاني بنفس المجال، انه كثير حسينا المجتمع حب وبحاجه، بس ممكن لبعدين لسه، انه هيدا اول نشاط ممكن نعمل نشاطين لسه، بس لبعدين ممكن لسه نقعد نرجع يعيدوا ترتيباتهم، شو المجتمع بحاجه، شو ممكن اشياء يقدموها ممكن لسه تفيد اكثر، يعني ممكن لسه نروح على مجال ثاني بعد التزيين. يكون عملكم شوي يكون منتقل لبعض المحافظات؟ اكيد في فكره، في هيك افكار، بس ممكن انه نضل بالتزيين وممكن انه هن يتوجهوا بشيء ثاني. بس حاليا هيدا هدف قريب، في اهداف بعيده. ان شاء الله كل التوفيق لكم، اشياء كثير حلوه عم تشتغلوها، موفقين وان شاء الله دائما بهيك بتجملوا بلدنا اكثر واكثر وبتضيفوا لمسات حلوه. شكراً. انا بدي لكم موفقين وتحيه لكل اللي عم يشاركوكم بالتزيين، وخاصه هيك ان شاء الله نشوف طرطوس كلها مثل الكورنيش شلون صاير مزين بالالوان. شكراً لكم، نشكر قناه الاخباريه السوريه على اهتمامها بهيك فرق. اكيد عن جد بنشكركم كثير وشكرا كثير لاهتمامكم، وان شاء الله بالنشاطات الثانيه دائما تكونوا عالم فيها والمجتمع كلياته بحبها. اهلا وسهلا فيكم.